الحقيقة حققت نجاح كبير جدا في برنامجها المخصص بالأساس للمرأة، وعملت حلقات ناجحة جدا ومشاهدات مرتفعة. إنما فجأة كتير من الرجالة زعلوا منها. مش عايزة أخوض في الأسباب دلوقتي اللي إحنا هنسألها. بقى ناس كده تحط ما بين قوسين إن هي عدوة الرجل، أحيانا بتتقال بهزار وأحيانا بتتقال بجد. خلينا نستضيف واحدة من أجمل الوجوه اللي بتظهر على الشاشة، ومن أكثرها نجاحا، ومن أكثرها اتهاما بأنها عدوة الرجل. مساء الفل، مساء الورد، مساء الخير أعزائي المشاهدين. هي وبس، يعني ليكي انت. بعدين بعد كده تغسلي وشك بمية دافية. لو جوزك قاعد جنبك دلوقتي قوميه. البنوتة اللي هو بيتكلم عليها دي، أو هو عارف إنها بتتفرج على هي وبس طول الوقت. لو أبوزه اتعصب، الألفاظ بذيئة. طب هو لما يضربني أنا أعمل إيه؟ هل أنت ضامنة إنه بعد سنتين تلاتة هيجي يقول لك يلا نتجوز؟ مفيش حاجة اسمها حب عن طريق الإنترنت، مفيش حاجة اسمها كده. عايزاكي تخسي، بشوفك لأنه أنا أنتي. لو أنت شايف كده تمام وكفر. أهلا يا رجل، أهلا بيكم، اتفضل يا رجل. أهلا يا حلاوتي، أهلا بيكي. ليا الشرف إنه أنا أكون مع حضرتك النهاردة، وليا الشرف إن أنا أكون قدام الناس الجميلة دي. إحنا كمان مبسوطين جدا بوجودك يا رضوى. رضوى، قدرتي تخلقي قاعدة كبيرة جدا من المشاهدات وبعض المشاهدين. هم بعض قد كده اهو. لازم تشرحي لي هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي زعل الرجاله منك يا رضوى؟ احنا توقفنا في الموسم الثاني علشان شهر رمضان. انا هاجي لك من الاول شويه. سسبنس بقى جدا. توقفنا في قبل رمضان، وودعت الجمهور وان شاء الله اشوفكم على خير. بعد العيد خدنا وقت للديكور وكذا. رجعنا الموسم الثالث، 12 حلقه من الموسم الثالث. بعد 9 حلقات انا ابتديت احس ان في حاجه غلط. الارقام، وطبعا حضرتك عارفه حضرتك استاذه الارقام، لما تزيد على صفحه الفيسبوك الانستجرام الكذا بتزيد بمعدل معين. الارقام بتجري اكتر مني بكتير بكتير. فانا بعد الحلقه ال 12 توجهت الى اداره القناه. طبعا الكلام ده اول مره الناس تسمع. قلت لهم يا جماعه انا حاسه انه في حاجه غلط. ما تيجي نوقف البرنامج شويه. اول مره انت كمان تسمعي الكلام ده. ايه ده؟ ليه بتقولي ده؟ انت بسم الله ما شاء الله بتتشافي. قلت لهم لا، في حاجه غلط. انا عندي مثلا على صفحه الانستجرام كان في عدد معين. عدد معين ده هيك عارفه لما تحت في الانستجرام بيبقى فيه النسبه والتناسب. عفوا، يعني مش قصدي، ما بين الستات والرجاله. فانا الستات عندي كانت 89% والرجاله 11% من الرقم. بقى عندي 73% ستات، خلاص. والباقي رجاله بيخشوا ايه؟ يعني يصبحوا عليكي، فانا مش متعوده على كده، في حاجه غلط. طب يا جماعه هنعمل ايه؟ يعني فجاه حصل زي ما بيقولوا شيفت، يعني ان انت بعد ما كانت المتابعه معظمها ستات لقيتي في ارقام كبيره من الرجاله. سلبي مش ايجابي. اللي بيدخل مش داخل علشان هو حبك، اللي بيدخل داخل عشان يعرف انت بتقولي ايه ويعلق تعليق سلبي عليه. لا، اسمها عدلك. هو ده عدلك. هو ما كانوا عدلي بقى كده. انت جاي جاي على النهارده. فانا بني ادم، انا بني ادم. طيب، فاداره القناه مشكوره قالت لي طب بصي يا ست الكل، احنا العيد داخل علينا، خدي اجازه الاسبوع اللي جاي والاسبوع اللي بعديه، طلع لنا 6 حلقات من الجداد نحطهم في الست ايام دول وترجعي بالسلامه تاخدي اجازتك كده وتروقي اعصابك واشربي ليمونك وشايك وكل حاجه. اوكي. للاسف بقى كانت اول حلقه حلقه البلوك. بلوك بلوك بلوك. بصي يا رضوى، اولا
موضوع الكليب بتاع البلوج ده اولا دمه خفيف جدا، انا ماليش دعوه اللي عمله كان قصده شرير ولا جدا، بس هو كليب دمه خفيف. انا دخلت علقت على فكره عنده على الفيسبوك، عملت لايك وقلت له ايه الحلاوه دي، لذيذ والله. انا عايزاكي انت بتقدمي كليب البلوك يا رادو، بلوك على الفيسبوك، بلوك على الانستغرام، بلوك على الواتساب، بلوك 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 بلوك. تعالوا في حاجه اسمها بلوك، عارفاها؟ بلوك على الفيسبوك، بلوك على الواتساب، بلوك تليفونات، بلوك انستغرام، بلوك 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 عسل، بلوك بلوك. واحد فينا عمل بلوك لحد في حياته، هو مين فينا ما عملش بلوك؟ عمل لك بلوك بعد كده، اتعمل لك بلوك؟ يبقى احنا عندنا ضحايا. خلينا نسال سؤال. انت بتقول اتعمل لك بلوك، انت متخيل بقى ان اللي عملت لك بلوك سمعت كلام رضوى؟ اه بالظبط، ده بعد الفيديو على طول. معلش خلينا نرد يا رضوى، خليني انا اللي هرد يا رضوى. اصل قبل ما تقولي كده بساعه واحده كانت لقيتها مشيره فيديو. لا ده انا، لا ده بص لا ده جاي لنا. لا بس ما هو كمان ما ينفعش ان كل واحد اتعمل له بلوك تبقى رضوى هي اللي عملت، يعني برضه مش منطق. والله بصي انا هقول لك على حاجه، احنا قعدنا 20 يوم لو اي حاجه حصلت هي رضوى اللي عملتها، يعني لو في جريمه قتل في السنبلوين انا المسؤوله عنها يعني. طب انما حضرتك ما سالتش نفسك انت مزعل اللي عملت لك بلوك ليه؟ لا ما المشكله ما فيش سبب مبرر، يعني ما فيش حاجه، ما يمكن هي يعني هي متضايقه جدا بقالها كتير، بس يعني المهم صلحتها ولا ما صلحتهاش؟ طب اتعمل لي بلوك خلاص. قولي حاجه يا رضوى، قولي حاجه يا رضوى. انا هقول لها تعملها كام بلوك ما تقلقش خالص. انا بس ايه، الحمد لله طبعا على كل شيء. وانا واعوذ بالله طبعا من كلمه، انا زي اي انسان بيعدي عليه فتره، بيبقى بيشوف الحلو وبيشوف الوحش. يمكن في ناس كتير وقتها كانت شايفه ان ده من الطف حاجات اللي كانت بتحصل، انا ما كنتش شايفاها من الطف حاجات اللي كانت بتحصل. انت كنت متضايقه يا رب؟ طبعا ما اتضايقتش عليا، لان انا مش انسان بيحب الدراما، لكن في اشخاص اتضروا بسبب ده. ابو بناتي كان من اكتر الاشخاص اللي اتضروا بسبب ده، لانه اتهان واتقال عليه كلام مش لطيف. ده كان هو ايه علاقته؟ كان بيضربها علشان كده هي عملت كده، كان بيهنها عشان كده عملت كده. لا انا متجوزه او كنت متزوجه من راجل محترم، و متجوزين او منفصلين انا هفضل طول عمري احترمه. عندي شهادتين ميلاد في البيت، تيا فلان الفلاني وتمار فلان الفلاني، فله كل الحق والاحترام والبعد انه مامت بناته بقت ست مشهوره. فده كان من اكتر الحاجات اللي حقيقي ضايقتني، لانه ملوش اي ذنب. انا والحمد لله اللي يجي خير من عند ربنا سبحانه وتعالى ايا كان هو ايه. وعشان انا ما بقاش بطول في الموضوع ده عشان يعني خلاص، ده كانت اول حاجه ضايقتني. تاني حاجه ضايقتني، طبعا انا خدوني ترند 25 يوم، انا اصلا ما كنتش فاهمه يعني ايه ترند على فكره، تغريده والحاجات دي انا تويتر ده عرفته متاخر. انا اخش اغرد واجري، يعني انا ما اعرفش ايه الترند ده وبيعملوا بيه ايه.
من ان انا معقده وطليها كان بيعمل كذا لانه الست دي متجوزه 13 مره ومخطوبه 9 مرات في 3 بتجوز مره واخد 3 شهور واتجوز ساعه واخد ايه يعني مش منطقي قالوا عليكي كده 13 مره في 3 سنين استاذه بتتجوز ساعه واحده وبعدين تاخد عليها الثلاث شهور اللي هو بعد الجواز ده مفيش عده حتى هو العده انا متجوز ساعه واحده بس يعني هي الساعه واخد 3 شهور ورا ماشي وترندات كتير قوي بس اكتر حاجه زعلتني هو جرح في ابو بناتي ثم اليوم اللي انا طلعت فيها الهوا قلت انه عايزه اخد اجازه عشان امي كانت داخله مستشفى بس مش المفروض ان انا اشارك ده مع الجمهور لاني دائما وابدا بدعو بالتفاؤل والرضا وايا كان عندنا احنا تمام مش مطلوب نقول إن كل خصوصياتنا يعني في حاجات بالزبط. الانسان بيكون عايز يعيشها لوحده بالظبط طلعت يوم الجمعه قلت يا جماعه اجازه سبت وخميس أساس إن أنا أمي ربنا يديها الصحة داخلة تعمل عملية في وسط الأسبوع من تاني يوم إحنا دخلنا المستشفى ما كنتش مركزة خالص مع التليفون يوم الحد الصبح أو يوم الاثنين الصبح رسائل كتير من زمايلي اللي أنا بعتز بيهم جدا السادة الصحفيين بجميع الكوادر بتاعتهم سواء كان من رئاسة التحرير إلى أصغر كادر ألف مبروك على الخطوبة مبروك على الجواز مبروك هاشتاج ردوة بتتجوز الإشهادي تلات منين؟ والله العظيم ثلاثة ما أعرف وأنا أمي داخلة تعمل أربع عمليات أمي عندها 62 سنة دكتور عندها القلب عندها روماتويد دكتور بيحظني تحذير شديد من العملية وأنا بعيط جدا وموبايلي جنبي ألف مبروك فده كان قد إيه شيء يوجع إنه بدل ما تلاقي حد طبطب عليكي ويقول لك ان امك هتقوم بالسلامه وان كل حاجه تمام انه الناس تكون بتقول لك مبروك هاشتاج رضوى بتتجوز اضطرتني ان انا ما اخدش اجازه جمعه وسبت امي في العنايه المركزه وانا على الهوا الحلقه دي كانت حلقه الحب بكلم عن الحب بابتسامه جدا عريضه جدا بقول قد ايه الناس ناس لازم تحب والدنيا تمام والدنيا لطيفه وانا في البريك في الفاصل موبايلي بيرن اخويا بيقول لي ان امك الهيموجلوبين بقى 8 وبندور على اكياس دم وانا مطلوب مني انه في خلال الساعتين دول اكون ثبات انفعالي مظبوط واكون صلبه وفاهمه كويس قوي انا بعمل ايه ليه مش كل الاسئله اللي في الدنيا مش كل علامات الاستفهام بيبقى لها اجابه في الدنيا انما في بعض الدلالات كل ما كان النجاح كبير يا رضوى يبقى في فاتوره بتدفع ممكن الفاتورة دي تبقى إشاعات ممكن تبقى منغصات ممكن يبقى هجوم يعني ده جزء من التفسير مش هيفضل غير البرنامج الناجح والإنسانة الناجحة المشكلة التانية إنه الناس اللي قاعدة تهدد وتتوعد وإن أنت قلبتي ستات مصر على رجالتها ده ما حصلش على فكرة والناس قاعدة في بيوتها عادي يمكن إبراهيم حصل له بلوك بس مش مشكلة مش أزمة يعني خلينا نتكلم موضوع بمنطق يعني ما هو البلوك ده مش اخر الدنيا لو في علاقه حقيقيه وسيريس مش هتخلص ببلوك مزبوط. لو في عشره لو في زواج لو في محبه ده مش بيخلص ببلوك لا ده دي ناس بتتلكك كل دي ذكريات ممكن تبقى سخيفه بس ممكن نتعلم منها بقى نتعلم منها ايه بعد الفاصل من المشاكل اللي بتجيلنا مشاكل لبنات مخطوبة فأنا بحاول بس أشدها كل الناس فاهمة إنه وجعلنا بينكم مودة ورحمة أنا كان نفسي أطلع طيارة ماشي الطيارة ذات نفسها أيوة. أركب الطيارة وأطير طول الوقت بتكلمي عن حاجات لها علاقة بالإرادة طلعت بقى و مرة تانية بحيي رضوى الشربيني مش عارف بقى نسميه سوء تفاهم ما بينك وما بين فئة من الرجالة ولا نسميه طريقة تفكير اختلفوا معك فيها هرجع تاني لبقيت الكلام اللي أنا كنت بقوله مع حضرتك قبل الفاصل حاجتين ضايقوني دي كانت التالتة أنا قلت إيه جديد أولاً احنا لو اي حد فتح الشاشه وسمع القصه والرد
رضوى الشربيني ما بتقولش حاجة جديدة خالص، ولا كانت تستاهل إنها يتعمل منها رمز ولا بطلة ولا أي حاجة. جماعة أي راجل بيتفرج عليها دلوقتي، أنا مش هقول ستات أنا هقول راجل، أي راجل بيتفرج عليها دلوقتي، بنته جت تقول له الراجل اللي انت دخلته البيت وقلت له اوكي تعالى اتجوزني راح اتجوز واحده تانية وعايز يتجوزني في السر، ممكن يقول لي هيقول لها ايه؟ اي راجل اخته بتستنجد بيه على سماعه التليفون وبتقول له الحقني انا بقالي 10 سنين بتضرب، قولوا لي يمكن انا غلط، هتقول لها ايه؟ اي راجل من اللي قاعد قدامي دلوقتي وانا موافقه حوافق على رايه، لو جت اختك قالت لك انا اتجوزت راجل، الراجل ده طلع اتجوزني علشان انزل اشتغل واصرف عليه وعلى عيالي، حتى يقول لي هيقول لها راي غير رايي؟ وبعدين فجاه لقيت الاخبار المراه التي هزت رضا شربيني، المراه التي هزت عرش، انا أهز عرش رجال؟ ليه يا بابا؟ عدوة الرجال؟ لا يا حبيبي خالص، على فكرة أنت مع مين؟ أنا هناك، أنا مسافرة، أنا مش لا. واضح إن أنت في برنامجك مركزة جدا مع إنه الست ما تبقاش مهيضة الجناح، طبعا إنه الست لازم تبقى عارفة إنه جواها قوة لازم تدعم نفسها بيها، طبعا يعني مش وحش أبدا إن إحنا نقول لكل إنسان بني آدم رجل أو امرأة إنه يستحضر القوة اللي جواه، وأنا بشوفك بتعملي ده. مش حضرتك متزوجة؟ الحمد لله. الحمد لله. وعندك أولاد؟ الحمد لله. والله أكبر ما شاء الله، وده أنا أقول بقى الحمد لله إعلاميا من الطراز الأول. أشكر. نجاح الله أكبر ما شاء الله. أشكر. هل الجواز يتعارض مع نجاحك؟ خليني أقول وأقول إن أنا كنت محظوظة إن أنا جزء كبير من نجاحي هو دعم زوجي لي. الله أكبر ما شاء الله. أنا هتقف بقى معها بقى. أنا هتقف في الحتة دي. أقول لك على حاجة، معلش خلينا بقى نقول فضفضة. أول النجاح بيبقى أحلى لما بيبقى شريكك حابب نجاحك. صحيح. النجاح بيبقى له طعم أجمل بكتير لما بيبقى شريكك واقف في ظهرك. صحيح. حتى الأزمات اللي بتمر بيها بتحس إن في حد بيأزرك. على فكرة ده ينطبق على الرجل والست، ما هو حتى الرجل لما بيبقى ناجح ومراته بتشده لورا حاجة مش لطيفة مزبوط. أبدا بيبقى نجاحه أحلى لما بتبقى مراته فرحانة بنجاحه. مظبوط. أعتقد إن أنا نجاحي واستمراري جزء كبير منه بدين بي لزوجي وشريك حياتي وأسرتي كلها. الله أكبر ما شاء الله. لازم اقول الحقيقه، وهو ده يا فندم اللي انا بقوله في البرنامج. معظم المشاكل اللي بتجي لنا مشاكل لبنات مخطوبه، فانا بحاول بس اشدها. هي بتقول لي كل يوم الصبح كل ما اجي اتخانق وانا قاعد جنب الترابيزه يقوم رازعني الم. يا فندم حضرتك متوقعه ايه بعد الجواز يا فندم؟ انت حضرتك فاهم معايا، تقول لك صباح الخير يا فندم، يعني كوبايه الميه تبقى في وشك يا فندم. طب تعالي هنا، انت هتخلي لنا عيلين وبعد كده تقول لي مش عارفه. انا قادره افهم الحماسه بتاعت رضا، والحقيقه ده منطقي، مش المفروض انه اي حد يمد ايده على اي حد في الدنيا دي، لا كبير ولا صغير، لا راجل ولا ست. واحده صاحبتي كل يوم الصبح برزح قلم، سوري يعني. مفهوم، فاهمة كويس جدا. حد هنا هيستحمل صديق بيضربه كل يوم الصبح علقة؟ والله ما اعرفه تاني. والله ما راجل اهو، قول تاني كده اللي انت قلته. ما اعرفه تاني. هل لو اي راجل كل يوم الصبح بيصحى يلاقي البيت مكركب ومليان حاجات ومش عاجبه، وكل يوم الصبح يقول لمراته انا بحب الست النظيفه، انا بحب الست النظيفه في بيتها والست اللي نظيفه في البيت، بحب ارجع اكل. لو قعد 10 سنين جاب مامته وحماته وكل الناس عشان تقنع مراته ان هي تعمل له اكله وهي مش راضيه. بصي يا رضوى، كل الناس فاهمه انه وجعلنا بينكم موده ورحمه. يعني ربنا لخص الليله كلها في الموده والرحمه، سواء في الخطوبه سواء في الجواز. مزبوط. هي اهم حاجه بين الاثنين. بس حضرتك لخصتي الموضوع، هو ده اللي انا عايزاه، الموده والرحمه فقط لا غير. او البلوك. او البلوك. استاذة منى معانا البلوك يا جماعه مقصر عند الثانيه. الناس عندها شغف وفضول ان هي تعرف حاجات كتير عنك. انا بقول لهم كل حاجه على فكره، اللي بيسالني بقول له.
تقولي ايه بقى؟ تقولي ايه بقى؟ انت اتخرجتي واتجوزتي على طول؟ لا انا اتخرجت وقعدت سنتين ثلاثه وبعدين اتجوزت. انا كان نفسي اطلع طياره. ماشي الطياره ذات نفسها اركب الطياره كتير. قائده الطياره. وبعدين ابويا الله يرحمه هو عارف ان انا قائمة ولو رحت مش هرجع. فاهلي لا مش هبعتك امريكا حبيبتي تتعلمي طياره، انت هتطلعي مذيعه. يا عم الحاج انا مش عايزه اطلع مذيعه، انا عايزه اطلع طياره. لا طب انا عايزه اطلع فاشن ديزاينر، انا عايزه اطلع مصممه ازياء، ابعتني في اي حته اتعلم. لا هتطلعي مذيعه. دخلت الجامعه مات الله يرحمه. الله يرحمه. دخلت الجامعة طلعت اتدربت في الاي ار تي. كان لي حظ عظيم ان اكون ببتدي بيت حياتي مع استاذتي وامي التانية صفاء ابو السعود، طبعا الاستاذة صفاء ابو السعود مع حفظ الالقاب. كل التحية طبعا كلنا التحية المهنية والانسانية لصفاء ابو السعود. مظبوط مني كمان. مظبوط التحقت بقناة الحياة. في الفترة دي كنت اتجوزت وحملت بعديها على طول، وانا كان نفسي عندي 6 عيال. حلو. كان نفسي عندي عيال كتير كده بتجري حواليا، بس كان عندي مشكله في الخلفه. فكنت دايما احمل ما يحصلش نصيب وكذا. فبنتي الكبيره قالوا لي طب انت لو عايزاها تقعدي 9 شهور ما تتحركيش، عايزه تخشي تولد بس. تخنت جدا وقالوا لي لازم تقعدي في البيت. اخذت اجازه من قناه الحياه بدون مرتب عشان بقى انا العيله جت بقى يعني. وفضلت بقى معاها محاولات عشان اجيب الطفل التاني كتير نحمل وما يحصلش نصيب وكذا، لحد ما جت تمار. فانا قلت مش فارق معايا مستقبلي ولا فارق معايا اسمي ولا فارق معايا اي حاجه، فارق ان انا اطلع طفلتين، بالذات لاني انفصلت عن باباهم بعد ما خلفت البنت الثانيه 4 شهور. فانا هنا بابا وماما وانا تربيت راجل عسكري، فانا كمان عايزه اطلع البيت عسكري. مش مهم الشغل، المهم انه تيا وتمارا يطلعوا اصحاء. لحد ما الحمد لله طمنت عليهم والتحقت بقناه السي بي سي. حكيتي مره حكايه في برنامجك عن ازاي انت قررتي انك تخسي، يعني طول الوقت بتتكلمي عن حاجات لها علاقه بالاراده. انا صحيت من النوم الصبح، مين دي؟ مين دي؟ كده دراع كتير كتير، ثلاجه، وجالي غضروف مش عارفه اتحرك، بنهج. لا ستوب. خسيت قبل الطلاق مش بعد الطلاق. الناس كانت تخيل طلقت بقى و لا. خسيت وصلت، كنت ارفع من كده. قبل الطلاق كنت مونيلز. خسيتي كام كيلو في قد ايه؟ خسيت 31 كيلو تقريبا في 3 شهور ونص او 4 شهور. ده كتير جدا. مشيت مع دكتور محترم خلاني اول شهر ونص ما اعملش رياضه عشان الحرق، ولما الحرق ابتدى يبقى بطيء انزل يمشي. طيب هنرجع تاني ان انت اخذتي قرار انك تخسي قبل ما تنفصل. مظبوط. وانفصلت قولي لي لما بتشوفي حياتك، هنقول ان في كان قرار بالتغيير ماليش علاقه بالجزء الانفصال ولا لا، بس انت قررتي انك تبقي شخص افضل. مظبوط. بشكل من الاشكال انت اتغيرتي كام في الميه عن رضوى التي كانت شكلا ومضمونا وافكارا وتحررا؟ يعني 100% كنت ايه قبل كده؟ كنت انسان بيحب الناس اللي حواليه اكتر ما بيحب نفسه. بطلت او بعرف اوازن دلوقتي. كنت انسان طموحه انه الشريك
او الناس اللي حواليه ينجحوا اكتر منه، يعني بستمد نجاحي من نجاحك. بطلت. كنت انسان بيقول ان اللي اتكسر يتصلح. الكسر بيترمي. كنت انسان بيشوف انه مش مهم هو، مش مهم انا، مهم انه ان الشريك يكون شكله حلو وجميل وامور، ويكون راكب عربيه حتى لو انا راكبه تاكسي، وانه يكون ناجح جدا في شغله، وانه طول الوقت انا لازم اكون بشتغل للاخر. كان فيه خالص. كنتي بتلخصي نفسك في ناس تانية. طيب خلينا نرجع بقى لرضوى الشربيني. رضوى بقى اللي اتجوزت 13 مره. لا سمحت، لا سمحت. طب ممكن اقول 14؟ لا 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 سمحت، جوزها 14. لو سمحتي لازم يكون. انا هسالك عن الجوازه ال 14 يا رضوى. هو السؤال للناس اللي مفترض ان انت واخده موقف سلبي جدا ومعادي للرجاله، ان انت واخده قرار بعدم الارتباط. ايه ليه؟ لا ربنا لما هيكتب لي رزق هحب طبعا، وهتجوز طبعا، وهحاول الاقي الراجل المحترم اللي يعوضني عن الحاجات الحلوه اللي انا ما شفتهاش في حياتي. كلميني اكتر عن انت وبس. هي وبس. عن هي وبس. قولي لي بتحضري ايه؟ احنا طول الوقت شغالين. ربنا مبارك لي ثلاث بنات فلل، بروديوسر بتاعت البرنامج والاعداد، اتنين بنتين حبايبي، هم بيشتغلوا بجد 24 ساعه بجد طول الوقت بيعملوا افكار. احنا الحمد لله الموسم ده عرفنا نخلق فرص عمل للستات الحمد لله رب العالمين. دي من الحاجات اللي هركز او هنركز عليها ان شاء الله، هو نخرج بقى بره العلاقات شويه وكذا، ونبتدي نركز في ان احنا نوجد، نحاول نوجد فرص عمل، نشوف مين نقدر نساعده بايه وكذا، وربنا كريم. كل اللي بتمناه هو استمرار نجاحك، وانك تركزي في شغلك اكتر يا رب. يعني ومفيش حياه مهنيه ناجحه الا بيبقى فيها عواصف في النص، وانت اخدت يعني اعصار اكبر بلوك على طول. خدت انا دلوقتي بلوك على فكره، بس الحمد لله يا رب العالمين. لا ربنا ما يجيب بلوك يا رب. رضوى الشربيني مره ثانيه محققه نجاح كبير. رضوى الشربيني لها طله مميزه جدا، ومن اجمل الوجوه اللي بتطلع على الشاشه. بتمنى لك كل نجاح رضوى الشربيني. رضوى الشربيني اهو بصوا بيعمل لك لاب.